نروح بقى لفقرة الايموشنز، هنعرض لك بعض الصور ونشوف او انت تختار انفعالك على كل صورة منه. اول صورة معانا طبعا النجم الكبير والمدير الفني الراحل نجم افريقيا ومصر كابتن محمود الجوهري الله يرحمه. ليه فضل كبير عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، اللي عايز اقول لك على حاجة، يعني الله يرحمه اللي خد، مش عايز اقول لك اللفظ بقى، من عشان شارك عمرو فهيم من اسوان، ازاي تجيب عمرو فهيم من اسوان وتروح بطوله كبيره زي ديت وتاخده معاه، يعني حاربوه بطريقه بسببي. هو قال لي عمرو انا اتحاربت بسببك وان شاء الله انت هتبقى لعيب كويس في المنتخب. يعني الله يرحمه، دي فضل كبير عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. تدي له بقى انفعال ايه؟ احنا معانا حب تسقيف كده. لا حب طبعا، حب. تمام. الصورة اللي بعد كده كابتن طارق العشري المدير الفني الحالي لوادي دجله. عندنا تسقيفه حب لا تعليق غضبان. اشتغلت مع كابتن طارق العشري كابتن مدرب محترم واستفدت منه. اشتغلت معاه في ام بي تقريبا، مسكني سنتين. وبيقدر اللعيبه الكبيره، وفي حاجة كده ربنا بيحبه، في كده بضلك بس ربنا بيحبه، ممكن يعوضه في حتة تاني. قريب من ربنا جدا. وانا شخصيا بحبه. تتوقع له الاستمرار في النجاح مع وادي دجلة؟ ان شاء الله. طب ده ندي له حب. الصورة اللي بعد كده انت حبه صح كابتن عاش. اللي بعد كده بقى يا جماعة، الصورة اللي بعد كده مدير فني كبير كابتن محسن صالح. هو كان تعبان. ربنا يشفيه يا رب، ربنا يشفيه يا رب ويبعد عنه الصحه يا رب اي حاجه وحشه. امين يا رب. حبيبي ده، حبيبي بقى وزمايل، يعني مش كان ما كناش بقى ايه لعيب ومدرب، كان يقعد ونقعد مع بعض ونهرج، اكني والله اكن انا وانت كده بنهزر، ما يحسناش اللي هو مدرب. وانت جايب لي الناس اللي بحبها ولا ايه؟ يعني حب برضه. لا والله، لا هم كلهم نجوم كبيره. طبعا طبعا، اعلام كبيره يعني. طبعا حب طبعا. الصورة اللي بعد كده مستر نبوشة. لا تعليق غضبان بتسقف له. لا انا بتفكر. لا كزملكاوي بيتكلم. انا بسقف له في اللي جاي ان شاء الله، ونقف جنبه، كل زملكاوي يقف جنبه. ما ينفعش، ده مدرب نادي الزمالك دلوقتي وده مدير فني نادي الزمالك، انا بطلب من جمهور نادي الزمالك لازم نقف جنب الراجل دوت وجنب الجهاز وجنب اللعيبه، عشان ده مش نادي الزمالك عمره اما يبقى كده. الصوره اللي بعد كده استاذ مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. هو زي ما انا بقول لك، هو ماليش دعوه بكلام الناس وماليش دعوه باي حد وماليش علاقه بيه ولا قابلته في. طب في يعني عندنا حب غضب لا تعليق ثامز اب كده. لا انا بحبه لله في الله، بس انا بحبه في الله، ولا بيني وبينه حاجه ولا حاجه، وربنا يكرمه الفتره اللي جايه واقول له خلي بالك من نادي الزمالك وشجع اللعيبه وربنا يكرمك الفتره اللي جايه. اخر صوره معانا في الايموشنز الثعلب الالماني مستر اوتوبيستا. الراجل ده برضه الزمالك لعب معاه كره هجوميه جامده جدا. بص، لا تعليق كده غضب حب. يعني انا اعمل له كده. تعمل له كده ليه؟ الراجل دوت شغلني كتير ولعبت معاه، بس زعلان منه برضو. هو كان سبب ان انت تروح للاسماعيلي صح؟ ده هو مشاني. هو اللي مشاك. ما ده اللي انا اقصده. ده انا عايز اقول لك على حاجه ابراهيم، والله اللي انا بس لازم اقولها، لازم اطلع، لازم اقعد قدامك كده اطلع. انا دخلت كان عايزني كان الكابتن حلمي طولان، كابتن اشرف قاسم، كابتن احمد رمزي. كابتن احمد رمزي طبعا، مش عايز اقول لك جيل عامل ازاي يعني. طبعا يعني يخد والله اكبر. يعني دخلني كده وبالكابتن حلمي بيترجم بيقول لي انت مش هتكمل معانا، انت لا تصلح تلعب في نادي الزمالك. اف ده في اجتماع ده كان في بدايه الموسم ولا لا؟ خلاص بقى انا ماشي بقى. كنا جاي كابتن رضا سيكا جاي وانا والكابتن عبد الحميد بسون رايحين ايه الاسماعيلي. قلت له انا اول لما الراجل ده كان جاي ماتش الاهلي 2-1، كنت اعوذ بالله من كلمه انا سيرد باك،
وبشير التابعي جنبي، وكابتن مصر، كابتن مصر بقى كابتن سامي الشيشيني كان ورانا. كسبنا 2-1. ده بتاع كوليبالي اعتقد، كان بتاع كوليبالي اللي جه في رجل الكابتن حسام ودخل تمام جول. وكسبناه، والراجل طبعا انت عارف بين الاهلي والزمالك تكسب طبعا يبقى حاجه. وقعدنا والراجل قال لك ده انت كويس وكده. في السنه دي اتجوزت، خلاني اقعد يومين في الجواز. وقال لي لا ما تقعدش الا يومين، يعني الراجل يعني هو محتاجني. ولعبت معاه، لعبت معاه، قال لي لا تصلح تلعب في نادي الزمالك. انا استغربت، قلت له خلاص ده انت مدير فني. بصيت للكباتن كده طبعا ما فيش، ده مدير فني واحترمته وخلاص رايه هيتنفذ. بس برضه لازم اشكر الكابتن حسام حسن، كان لسه كان جه بقى نادي الزمالك، كان لسه جاي هو الوحيد اللي وقف جنبي بعد ربنا سبحانه وتعالى. مش هنسى الوقت ده، يعني شوف بقى الوقت ده 14 سنة اهو، بس مش هنسى وقفته معايا. عمل معاك ايه بقى كابتن حسام؟ قال لهم ده الوحيد اللي ما يمشيش من نادي الزمالك ده هيبقى سرد باك نادي الزمالك. قلت له يا كابتن خلاص مفيش، قال لي معلش وربنا يكرمك. رحت خدت الدوري وتفسر طلب اللي يرجعني. بس كان خلاص بقى، خلاص بقى. بعد ما كسبت الدوري مع الاسماعيلي. ما هو ما ينفعش. صحيح.